الله يرحمك يا صاحبي، الله يرحمك يا خليل، يا زينة شباب الشام. تعرف لك أبو الخل، أنا كان الفرنساوي رح يقتلني، بس الحمد لله رب العالمين نفذني من الموت. إي والله يا خليل نفذت من الموت. أنا اليوم جاي لعند منك لحتى أقول لك إنه أنا ما نمت على تارك، وأنا عم أقتل بالفرنساوي لحتى ترتاح بتربتك. بتعرف يا خليل، أنت وأبو دياب إلكم برقبتي دين للممات، لأنكم نفتوني من الموت، ولأنه رب العالمين بعدكم لحتى تكونوا جنبي وتنجوني من الظلم. تعرف يا خليل، أنا تغيرت كثير، الله وكيلك أنا تغيرت كثير، صرت واحد تاني ما عادت عبود الأزهار يلي بيغضب رب العالمين، بس الله وكيلك مكيع على الفرنساوي ما عم يحسنوا يكمشوني. خليل، كرامة لله تتشفى لي عند رب العالمين يا صاحبي، كرامة لله تتشفى لي عند رب العالمين عن كل الأذى اللي عملته بأهل حارتي. أمان يا صاحبي، بوعدك يا صاحبي، بوعدك لا كل ولا من لحتى أخذ تارك من الفرنساوي، وما بكون عبود الشامي، والله شاهد على هذا الكلام. بخاطرك يا زينة شباب الشام، بخاطرك يا خليل. غريب يا جماعة، ليش ما اجى الزعيم على الصلاة؟ ابصر شو القصة، ما في بالعادة. ما قل له من عادته يكون أول واحد سابقنا على الجامع. قبل ما تفتحوا محلاتكم بنروح لعنده على المضافة ونطمن عليه. يلا وهو كذلك. السلام عليكم شيخنا. تعال وين رايح؟ خلي خدمي معك. تعال. أبو يونس تأخر يا جماعة. هيك مبين. أبو يونس ما راح يقدر يجي معنا لأنه هو والزعيم أفاضل متنقلين شوية. لا حول. يلا لكان خلينا نمشي. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ شريف. جمال دير بالك. خير يا زعيم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبود الشامي، وأنا ما انقتلت مثل ما قال وكيل السرايا والفرنساوي، وهي أنا عايش وحي أرزق. الله أكبر.
ولسه الخير لقدام يا أهل حارة اللوز. يا لطيف عبود، عبود الشامي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منو اللي جاينا من عند الصبح؟ شو بنا؟ شو بنا لك زكو؟ ليش هيك عم دق الباب؟ عبود ما مات. لك شو شايف منام وجاي تحكي لي اياه من على بكره الصبح؟ لك ما مات، ما مات. اليوم حاطط له ورقه لنوري على باب المضافه وكاتب له فيها انه ما مات، وكاتب له فيها كمان انه لسه الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. انت متاكد من هذا الحكي؟ لك مثل ما اللي شايفك. امشي لك، روح روح. شو القصة ملك؟ ما بعرف يا مرت عمي، بس سمعت انه عبود طلع ماله ميت. يا شو هالحكي؟ ها مو عبنا هذا الواطي عدمو الفرنساوية؟ ما بعرف يا مرت عمي، بس انا هذا اللي سمعته. يعني اذا الزلمة مات الجثة وينها؟ ما شفناها. الزعيم عم يحكي مظبوط. ولا شو بدنا نساوي؟ يعني شو بدنا نساوي؟ عبود مطلوب من الفرنساوي والا ما ينكمش. يا لطيف يا لطيف. سيدي عزام، ولك يخرب بيتك من حالك، ولك شو ما فايت مثل القمر من التعيين، ولك شو بدك؟ سيدي شكري ابو الذهب برا بده يقابلك. خليه يفوت. حاضر سيدي. فوت. عزام افندي مرحبا. اهلين سيد شكري. أنا جاي بدي ألغي الشكوى اللي قدمتها ضد ياسين الفتال. ها؟ وليش بقى؟ هيك أخو مراي أنت شي؟ ليكون خفت لأنه عبود طلع لساته وعايش، ما هيك؟ ليك عزام ما تغلط معي بالحكي. ها؟ أنت بتعرف منيح إنه أنا ما بخاف من حدا. بعدين أنت شو بدك للشغلة؟ أنا بدي ألغي الشكوى وبس. ليك؟ إيش مفكرني أهبل؟ دري انه عبود لساتي وعايش، قام خاف منه وسحب الشكوى تبعه ضد ياسين. كشفتك! على مين؟ الو! احترامي سيدي. اهلين صبحي. قرب لشو؟ شبك كأنه في حكي بتمه؟ والله ماني عرفان شو بدي اقول لك يا سيدي. احكي شو في؟ وصلنا خبر من كراكون حارة اللوز بيقول الخبر انه شو؟ انه عبد الرحمن الشامي لساته عايش يا سيدي. شو؟ عبود لساته عايش؟ وعلى اساس قتلوه هدول الحيوانات اللي بعتناهم؟ والله هذا صار يا سيدي. قال كان مصاب بس نفذ منه. وتأكدوا انه لساته عايش؟ ايه تأكدوا سيدي. شو بالمناسبة لويس؟ هذا واحد داهي وما حدا غيره بيقدر يكمشوا العبود. يلا عوام! أمرك سيدي. وبعدين معك يا نوري، معقولة تترك عبود عايش؟ لك أنا لازم أكبر بنظر أهل حارتي، لازم كون زعيم بحقه حقيقي.
طيب ليش كانت العالم تخاف من عمي اكثر من ما عم بتخاف؟